أحسن الله إليكم. يسأل جمعة حسن عن حكم الصلاة في مسجد يقع داخل أسوار المقبرة. لا تجوز الصلاة داخل المقبرة لا في مسجد ولا في غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة عند القبور ونهى عن اتخاذها مساجد، ولعن من فعل ذلك لأن هذا وسيلة إلى الشرك. الصلاة تكون في المساجد أو خارج القبور أو خارج المقابر، إلا صلاة الجنازة. صلاة الجنازة تصح في المقبرة قبل الدفن أو على القبر لا بأس.